طيب فجر اليوم هي ثم فرقة أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بتبربة داهمة منزل المترشح للانتخابات الرئاسية السيد العياشي الزمال واقتداته إلى منطقة الحرس الوطني بتبربة وهي الأمر على خلفية شبهات وإدعاءات بافتعال تزكيات هو عنده دعوة ليوم الأربعاء المفروض باش يلتحق بهم لكن هما سبقوا وجوا قبل نهارين. هو الآن موجود في المنطقة معاه السادة المحامين وكل ما نخشاه أن الأمر ليس مسألة قانونية بل هو مسألة قد تكون مقدمة لإقصائه من القائمة المقبولين نهائيا. لكن الآن باعتبارنا في لحظة معناها سوريالية واليوم الهيئة أعلنت أنها هي ذات الولاية التامة على القائمة الانتخابية وبشتعل النتائج النهائية مع كل شيء متوقع.